Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kemudahan. pada pagi hari ini kita menghafal surat Al-Balamin saja. Mudah-mudahan kita dapat menghafalnya dengan baik. Ikut Bapak. A'udzubillahi Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anjilul kitabi la roiba min robbin alamin. أم يقولون <applause> ابتروه بل هو الحق من ربك لتنجروا قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقدارها ألف سنة مما تمدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبلغ كل إنسان من تين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سواه نفخ فيه من روي وجلكم السمع والبصر والافلت كل لما تشكرون وقولوا اجار لنا في انا لفي ولك جديد بل هم بلقاء ربي مكافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من ربنا أبصرنا وسمعنا فردنا نعمل سولا انا ممكنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن هكا القول مني

أما الذين فسقوا وَهُمْ النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها فيها <applause> وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن نسلهم من ذكر بآيات ربه ثم أغرد أنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا في من لكوه وجلناه ذل إسرائيل يَلْنَا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما سبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويبسل بينهم يوم القيامة بِمَا كانوا فيه تلفن. ولم يهجهم لهم كما علمنا من قبل من القرون يمشون في مساكن من نبي ذلك الايات ان يسمعون ولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرد بنور به جان تاكلوا منه أنهم امهم انفسهم فلا يبذلون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينجرون فاعرض عنهم من تجير انهم منتجرون